اول سلايد هنا اهي اللي احنا شايفينها دي، هنلاحظ ان هنا فوق دي اللي حاجه، استنى اجيب المؤشر، دي هتبقى الديسيدوس اهو، دي الديسيدوس اهي، وده البيرمننت سكسسورز بتاعتها. كويس، يبقى انا لو جاتني هذه الشريحه بالذات اهي اهي، هكتب ايه؟ اقول ان ده ديكالسيفايد سيكشن، ضروري ديكالسيفايد سيكشن عشان في هارد تيشو، لازم اعمل له ديكالسيفيكيشن عشان ابدا اشتغل عليه. خلاص، وبعدين صبغناه بالاتش اند اي ستين، الهيماتوكسيلين والايوسين، كلمتين احنا نحفظهم زي اسمنا كده لما بنشوف الشرايح دي اللي فيها بون، فيها سنان، فيها بتاع وملونه، يبقى دي هنقول عليها على طول ديكالسيفايد سيكشن اتش اند اي ستين. كويس؟ طيب، يبقى شفنا خلاص، قلنا الكلمتين الاولانيين دول اللي هي ديكالسيفايد سيكشن، معمول لها ديكالسيفيكيشن يعني، ومصبوغه بالهيماتوكسيلين ايوسين ستين، شايفين فيها الايربشن بتاع الديسيدوس مولرز اهو، ديسيدوس مولرز اهي حصل لهم ايربشن موجودين يعني. توس جيرم اوف بيرمننت بري مولرز، دول التوس جيرم بتاع البيرمننت بري مولرز، يبقى انا شايف ديسيدوس مولرز هم موجودين رابطد يعني، والتوس جيرم دول بتاع البيرمننت سكسسورز اللي هم البري مولرز، هيطلعوا مكان الفيرست مولر والسكند مولر. طيب، وفي حاجه تاني، في حاجه تاني اللي هي ايه؟ الايربشن، بدا يظهر ايربشن بتاع الفيرست مولر، خلاص ما هو ده كده بيرمننت، ما تحتش حاجه يا دكاتره، دول الديسيدوس تو ديسيدوس مولرز، تحتهم تو بيرمننت بري مولرز، وبعدين ديستال للديسيدوس مولر طلع ايه؟ الفيرست بيرمننت مولر. يبقى انا لما لو جاتني شريحه زي دي هكتب كده ان ده ديكالسيفايد سيكشن اتش اند اي ستين شونج، انا شايف ايه؟ شايف ايربشن بتاع الديسيدوس مولرز، شايف التوز جيرم بتاع البيرمننت بري مولرز اللي هم السكسسورز، وشايف ايربشن للفيرست بيرمننت مولر. في اي مشكله؟ واضحه الصوره دي، واضحه فيها كل حاجه. طب اللي تحتيها دي بقى نمره اتنين، الصورتين ايه؟ الكومنت، الصورتين دول ما هو الكومنت بتاعهم واحد، بس دي مرحلة ودي مرحلة، أنا اتعمدت أجيبهم لك، هو نفس الكومنت، جت دي هتكتب الكومنت ده، جت دي هتكتب الكومنت ده، جت دي هتكتب الكومنت ده اللي قبلها، خلاص، ها؟ يبقى ده ليه بقى؟ لأن هي نفس الكلام، لأن ده ديسيدوس ودي ديسيدوس، وده البيرمننت السكسسور بتاعه وده البيرمننت، فهي ما فيش مشكلة. نمرة اتنين، هنقول برضو دي كالسيفايد سيكشن اتش اند ستين شونج ديفلوبينج توز جيرم اوف ديسيدوس تيز، خلاص، وبعدين واحده ديسيدوس تيز اهي، والثانيه البيرمننت سكسسور بتاعها، ادي دي الديسيدوس اهي، دايما البيرمننت اتفقنا في الانتيريور بالذات بتبقى ايه؟ لينجوال للديسيدوس، هنا واضحه اهي، ده هنا ده الليبل سيرفيس بتاع الديسيدوس اهو، وده البيرمننت سكسسور. طب ايه الابيض ده يا دكاتره؟ الابيض ده المفروض ده مكان الانامل، لان احنا لما عملنا ديكالسيفيكيشن مش الانامل، لانه 96% منه مينرالز، خلاص، وفضل مكانه، يبقى ده انامل سبيس اهو الابيض، اللي تحتيه ده دنتين، وده بعد كده هيبقى ايه؟ البلط، خلاص. يبقى احنا مش هو ده حديثنا، حديثنا ان انا لو جت من الاثنين دول بقول ان ده ديكالسيفايد سيكشن اتش اند ستين شونج ديفلوبنج توز جيرم اوف ديسيدوس تيز، وبعدين اتس بيرمننت سكسسورز، دي الديسيدوس وده البيرمننت سكسسور بتاعها، لو دي سنترال هتبقى دي السنترال بيرمننت، لو لاترال هتبقى دي اللاترال بيرمننت، لو ده كنانه يبقى الكنان بيرمننت، ودي ضروري انتيريور هنا. طيب هنا ده برضه اهو نفس الحكايه، ده الديسيدوس، ده الديسيدوس وده البيرمننت سكسسور، دايما يطلع لينجوال لي، اتفقنا انه بيطلع لينجوال لي، وبعدين دي تطول تفضل تمشي كده تحصل لها ايربشن، وده يفضل تحت لغايه ما يجي بقى لينجوال للروت من تحت، يبدا ياكل في الروت من تحت لغايه ما يبقى ايبيكال لي، هناخدها دوخت في الشيدنج ان شاء الله بعد كده. يبقى عرفنا الثلاث سلايدز الاولانيه فيها، نقول عليهم دول التول سلايدز دول او الثلاث صور دول، نقول عليهم ان دي كالسيفايد سيكشن اتش ام دي ستين شونج، الاولانيه بنشوف فيها الديسيدوس مولرز اللي هم دول اللي فوق ده هم،
وتحتيهم البيرمننت بري مولرز السكسسور بتاعتهم، وهنشوف كمان ايربشن اوف بيرمننت فيرست مولر، ما هو طالع اهو ما تحتش حاجه يبقى ده بيرمننت اللي هو دول، وطالع ديستال للسكند ديسيدوس مولر يبقى ده بيرمننت ايه؟ فيرست بيرمننت مولر. الصوره دي اللي الصورتين اللي تحت هو التعليق بتاعهم واحد، ان احنا هنقول دي كالسيفايد سيكشن اتش ام دي ستين شوينج ديفلوبنج توث جير بتاع الديسيدوس، وبعدين لينجوالي البيرمننت سكسسورز بتاعه. طيب اللي بعد كده هم دول اللي باقيين خلاص. دي احنا شايفين فيها انيمال 3 الفوتوغراف بتاع الدرايد سكال، يعني ايه ده؟ يعني دي احنا لاقطين صوره لسكال، صوره من فك بتاع ايه حد ميت خلاص. هنشوف بقى الجوبرنيكولار كانال، دول الفتحات بتاع الجوبرنيكولار كانال اهو. اتفقنا ان الجوبرنيكولار كانال بيبقى في الانتيريور تيس لينجوال للسنان، وفي البوستيريور مولرز في الديسيدوس بيبقى في السوكت بتاعه المولرز، لان البري مولرز بيطلعوا في البايفوركيشن بتاع الروتس، اما البيرمننت انتيريور تيس بيطلعوا لينجوال للديسيدوس انتيريور تيس بتاعته. يبقى انا هشوف هنا لو شفت دي ما تكتبش بقى ايه، انا لما تيجي دي كده ما اكتبش بقى مش عارف انا شايف اتش اند اي ستين ودي كالسيفيت سيكشن، طبعا ده يبقى كلام واحد كاتبه كده يعني ايه ملوش دعوه بالدنيا خلاص. يبقى هنقول ده فوتوغراف للدرايد سكال، شايف في الجوبرنيكولار كانال لوكيتد لينجوال تو ذا ايه ذا لوكيتد ذا ايه للديسيدوس تيس خلاص. طيب وبعدين ودي الجوبرنيكولار كورد، طب يعمل جايد للبيرمننت توث جيرم اثناء الايه الايربشن. يبقى هنا دي الجوبرنيكولار كانال اللي اساسا بيبقى فيها الجوبرنيكولار كورد، ها بيعمل اثناء ايه بيعمل جايد للبيرمننت تطلع في المكان دي. طب الصوره اللي بعديها دي نمره 4، الصوره دي نمره 4 اهي، انا شايف ايه هنا دي شايفين ده ايه؟ دي الجوبرنيكولار كانال اهي اهي، دي الجوبرنيكولار كانال، ده بون وده بون، ودي الكانال اهي اللي في النص، وده الكورد بقى الجوبرنيكولار كورد اللي احنا قلنا بيتكون من الفايبرس تيشو، ها وفي سيلز من الدنتال لم، وبعدين ده الاورال ميكوزا، هنا هلاقي ريديوسد انامل ايبيثيليوم في الحته دي، ودي الاورال ميكوزا هنا فوق اهي، ما دايما دي اورال ميكوزا، ودي ده البون وده بون الفلار بون، ودي الكنال اللي في النص جواها الكورد ده اهو، ده هو الفايبرس تيشو ده خلاص خلاص. يبقى دي لو جت لنا الصوره نمره 4 هقول ان ده دي كالسيفايد سيكشن، في بون وفي سنان اهي تحت خلاص، دي كالسيفايد سيكشن اتش اند ستين شوينج اورال ايبيثيليوم، ده الاورال ايبيثيليوم ده اهو، ده هو الغامق ده، وبعدين الجوبرنيكولار كانال اللي هي الكانال ده هي اللي بين البون ده والبون ده، الفتحه دي كانال، وفيها الجوبرنيكولار كورد اللي هو ده خلاص، وفيها الالفولار بون اللي هو ده اهو، البون ده والبون ده بنسميه الفولار بون، وبعدين الريديوسد انامل ايبيثيليوم اللي بيغطي الانامل يعني هنا كده، ده نسميه ريديوسد انامل ايبيثيليوم، وبعدين في انامل سبيس خلاص، انامل سبيس، وبعدين دنتين، ممكن اشوف الدنتين اللي تحت. يبقى لو جت المهم الصوره دي هنكتب الكلام اللي احنا شايفينه ده خلاص. طيب بعد كده اخر سلايد معانا يا دكاتره برضو دي اهي، ودي على فكره هتبقى خاصه بالشيدنج بس هي محطوطه يعني احنا مسؤولين منها، تعرفوها ضروري السلايد دي وكله. السلايد دي اللي هي دي كالسيفايد سيكشن اتش اند ستين شوينج ايه الاودونتوكلاست، دي الاودونتوكلاست سيل اهي، دي الاودونتوكلاست سيل اهي، دي برضو اودونتوكلاست سيل الصغيره دي، كل دول المترتبين دول اودونتوكلاست سيلز، دول اودونتوكلاست سيلز اهي خلاص. يبقى انا شايف هنا ايه؟ شايف ده بيرودونتال ليجامنت، ده بيرودونتال ليجامنت، ده الاودونتوكلاست سيلز خلاص، دي الاودونتوكلاست سيلز. طب اللي فاجئهم ايه؟ يبقى هي دي عباره عن لارج نيوكليتد جانت سيلز اهي، اهي فيها كذا نيوكليوس جواها اهي، بس دي مش متكبره فمش باين. جت دي او دي هنكتب الكومنت ده يا دكاتره. اي واحده من الصورتين جت هنكتب الكومنت ده ما ننساش، ها؟ طيب يبقى انا هنا ده دي كالسيفايد سيكشن اتش تمام يا دكاتره.
دي كالسيفايد سيكشن اتش اند دي ستين شونج ايه بقى؟ اودونتوكلاست سيلز كبيره، دي هي دي الاودونتوكلاست اللي هي البون ايتنج، اللي هي في البون بنسميها اودونتو اوستيوكلاست، لما تاكل دنتين ولا نعمل هنسميها اودونتوكلاست، ها التخصصيه بقى. طيب هي عباره عن جاينت سيلز، جاينت سيلز يعني فيها مالتي نيوكليتيد يعني كبيره، جاينت يعني كبيره، ومالتي نيوكليتيد فيها عدد نيوكليس كتير. خلاص انا شايف هنا في السلايد دي سهله، ضروري ده بريدونتال ليجمنت لان هي هتبقى على السطح بتاع الدنتين كده ولا البتاع او السمنتم، فهتبقى دي بريدونتال ليجمنت اودونتوكلاست سيلز، هي جاينت سيل مالتي نيوكليتيد جاينت سيلز، وهنشوف هنا ده الدنتينا، سهل الكلام ما فيهش مشكله، ودي موجوده في الهاو شيبس لاكنا بتاعتها، هي بتعمل لها بيت كده تقعد فيه بنسميه هاو شيبس لاكنا. انا خلصت السلايدز وخلصت المحاضره، اي اسئله اي حاجه لغايه هنا يا دكاتره؟ انتم مسؤولين من الاول اللوج بوك.